اخيرا وبعد انتظار دام حوالي سته اشهر ها هي حكومه عبد الملك سلال تقر التصور النهائي للنموذج الاقتصادي الموعود الذي تعول من خلاله على فك ارتباط دواليب الاقتصاد الوطني ببراميل حاسم سعود التخلي التدريجي عن الدعم والتحويلات الاجتماعية، تحكم أفضل وضغط على الأجور ومناصب الشغل في الوظيفة العمومية، وتخفيض كبير في ميزانية التجهيز، هي المحاور الأساسية التي تشكل نقاط ارتكاز خارطة الطريق الاقتصادية للحكومة التي تواجه منذ سنتين ونيف أزمة مالية ثلاثية الأبعاد تتجلى في انهيار مداخيل الجباية البترولية، وتهاوى احتياطي الصرف، وتنامي عجز الميزانية العامة للدولة. التأطير المالي متعدد السنوات الذي اعتمدته الحكومة مؤخراً من خلال المشروع التمهيدي لقانون مالية 2017 يعد منطلقاً مالياً ومحاسبياً لنظرة اقتصادية أكثر صرامة، قد تفتح الباب مشرعاً أمام تراكمات اجتماعية. فالتراجع التدريجي المرتقب عن الدعم في غياب أي إشارات على وجود نظام مرور آمن نحو الدعم الموجه. قد يؤدي لنتائج بينت التجارب السابقه ان الحكومات تستهدف تفاديها مهما كلف الامر الضغط على ميزانيه التجهيز بالتقليل من اطلاق المشاريع الجديده والاكتفاء بالمشاريع ذات الربحيه العاليه قد يؤثر بشكل مباشر على نشاط المؤسسات الاقتصاديه العموميه والخاصه وعلى نسب النمو الاقتصادي التي تحاول الحكومه جاهده رفعها النموذج الاقتصادي الجديد والذي ظهرت ملامحه بعد طول انتظار سيفتح الباب مشرعا أمام نقاش كبير ومد وجزر بين مختلف مكونات الساحة الاقتصادية والاجتماعية التي لا يستطيع أحد أن يتوقع مدى تقبلها لنموذج حكومة عبد الملك سلالة